ايه الحكمة اللي ماشي بيها في حياتك؟ خليك عزيز ولذيذ بس كده، امشي كده، ما تديش للحياة كتير وخد منها كتير بس. الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي. يعني هي حكمة ممكن واخدها من فيلم بس هي عجباني، اللي هي احمد حلمي لما قال لك حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. بص يا فاروق بيه، انا مؤمن جدا جدا بالمقوله اللي بتقول حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. انت دلوقتي بتحب ما تعمل ولا بتعمل ما تحب؟ لا ولا ده ولا ده. تحب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، هي مش حكمه، هي مقوله. مقوله او كنت قريتها على توك توك، اسمها انا الناظر يا شويه مناظر. ياه، ده انا عليها جمل يا عم خليل، ده انا عليها جمل. تقولها لمين طيب؟ انا اقولها للناس اللي هي حقوده. انتوا ناس حقودين، مخالبكم فيا سم، عندكم انياب حد بتنهاش. امشي، هذه اللي احتر عدوك فيه. الله عليك، احسنت يا ابني والله، مبروك. والله الحكمه اللي انا ماشي فيها في حياتي في الزمن اللي احنا فيه ده، اتقي الشر من احسنت اليه. ما تعشمش في حد. عشمتي في حد قبل كده وخلي بيكي؟ يعني بطلت من ساعتها. ليه يا دنيا بتحط على جرحك لون؟ يعني بتقول ايه؟ كما تدوم تدام يعني.